ومتابعة لشأن اليمني معي من لندن الدكتور محمد جميح. دكتور جميح، يعني جماعة الحوثي أعلنت موافقتها بشكل تام على مؤتمر أو المشاركة في مؤتمر جنيف، بينما اشترط الرئيس هادي من المنفى انسحاب الحوثيين من كل المناطق التي سيطروا عليها للمشاركة في هذا المؤتمر. فما هي برأيك فرص نجاح مؤتمر جنيف؟ أنا أعتقد أن الرئيس هادي ولم يشترط انسحاب الحوثيين، وإنما القرار الدولي رقم 2216 هو الذي ألزم الحوثيين وهو صادر تحت الفصل السابع بانسحاب من كافة المدن التي دخلوها بالقوة وتسليم الأسلحة والكف عن التدخل في إدارة شؤون الدولة وحظر توريد الأسلحة للحوثيين. هذه بنود القرار 2216، وبالتالي من وجهة نظر الحكومة اليمنية أنه ما الفائدة من الذهاب إلى مؤتمر جنيف في حال أن الحوثيين لم يلتزموا بقرار دولي ملزم تحت الفصل السابع؟ وكان اليمنيون يقولون أنه من أولى مهام ولد الشيخ المبعوث الجديد أن يتابع تنفيذ قرار مجلس الأمن بدلا من أن يحدد موعدا دون أن يتشاور مع الحكومة ومع الرئاسة اليمنية في 28 من هذا الشهر لحضور مؤتمر جنيف. حتى لم توجه الدعوة للحكومة اليمنية، وإنما وجهت دعوات لكافة الأطراف السياسية بشكل كأحزاب سياسية، ولكن الدعوة جاءت، يعني أو المطالبة بهذا المؤتمر جاءت دون قيد أو شرط. هذا ما يعني جاء على لسان المبعوث الأممي، هذا ما ترغب فيه الأمم المتحدة. تنفيذ قرار مجلس الأمن ليس شرطا، تنفيذ قرار مجلس الأمن هو التزام من وإلزام من الأمم المتحدة ذاتها، وهيئة يعني مجلس الأمن أقوى في الإرادة الدولية من الأمانة العامة التي يرأسها الأمين العام للأمم المتحدة، وبالتالي قرار مجلس الأمن هو الملزم، بينما بيان أمين عام للأمم المتحدة ليس ملزما، وما كان له أن يدعو هذه الدعوة قبل أن نفذ الحوثيون القرار أصلا. طيب سيدي المبعوث الأممي الآن موجود في طهران، ما دلالة هذه الزيارة وما الدور الذي تلعبه إيران في هذا الشأن؟ طبعا إيران ليست من الدول المدعوة، لأن هناك اعتراض على حضورها تقريبا من قبل دول مجلس التعاون الخليجي ومن قبل الحكومة اليمنية ذاتها، وبالتالي لا أتصور أن الإيرانيين سيحضرون، لكن أظن أن ولد الشيخ ذهب إلى هناك مناقشة بعض الأفكار التي يمكن أن يطرحها الإيرانيون، وأنا في الصورة حتى ولو لم تحضر إيران هناك فإن بعض الأفكار التي سيطرحونها على ولد الشيخ ستكون حاضرة في جنيف ولو لم يحضر الإيرانيون بشكل نادي في المؤتمر. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد جميح، كنت معنا من لندن.